للحديث أكثر حول مشاركات المؤسسات في معرض الرياض الدولي للكتاب يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض الأستاذ علي الغفيلي المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية. أهلا بك ونرحب بك في نشرة الأخبار أستاذ علي. لو تحدثنا أكثر عن مشاركة مؤسستكم في معرض الرياض الدولي للكتاب، وما هي أبرز الإصدارات التي عرضتموها في الجناح؟ أسعد الله مساءكم بكل خير وسعيدين بالمداخلة معكم. كما يعلم سعادتكم، معرض الرياض الدولي للكتاب 2024 يعتبر فرصة وتجربة ثرية بوجود ما يقارب 800 جناح وتقريبا 2000 عارض. يحرص معهد الإدارة العامة على المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب منذ 21 عاما بشكل مستمر، كما تهدف هذه المشاركة إلى تعزيز دور المعهد في التنمية الإدارية وتعزيز الثقافة المعرفية في المجتمع بعدة مجالات منها الإدارية والقانونية والقيادية. في الحديث عن أبرز ما يميز مشاركة المعهد لهذا العام، يشارك المعهد في معرض الرياض الدولي للكتاب بعدد 85 عنوانا من الدراسات الخاصة، وتتمثل في عدة مجالات منها الإدارة والسياسات العامة، الموارد البشرية، التحول الرقمي والمعلومات، المال والأعمال والقانون. ومن أبرز هذه كتاب رؤية ملك قائد، والتي تعكس الإنجازات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، التي حققها على صعيد التنظيم الإداري لأجهزة الدولة وقفزات التنمية الشاملة التي تحققت حتى الآن في مجالات التعليم والتدريب والصحة والتحولات الاجتماعية. كما يحرص المعهد دائما على مواكبة المتغيرات المتسارعة والتي تخدم تطلعات رؤية المملكة 2030. في النهاية أنا أشكر لكم إتاحة الفرصة، كما نتقدم بجزيل الشكر لكافة القائمين على هذا المعرض، وشكرا لكم. نعم، من الرياض الأستاذ علي الغفيلي المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية، شكرا جزيلا لك.